أهلا بكم في وجيز. جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي التزام بلاده بدعم القضايا العادلة ووقوفها إلى جانب الأشقاء العرب، مؤكدا في كلمة له في افتتاح أشغال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي بالعاصمة العراقية بغداد تطلع الجزائر إلى نظام دولي أكثر عدلا، داعيا لمواصلة دعم القضية الفلسطينية. قررت وزارة الخارجية الجزائرية إعادة فتح سفارة الجزائر بكييف تطبيقاً لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وحسب بيان الخارجية الجزائرية يندرج هذا القرار في إطار الحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية ومصالح الجالية الوطنية في هذا البلد. يذكر أن سفارة الجزائر بكييف جمدت أنشطتها جراء تدهور الأوضاع الأمنية في أوكرانيا. يواصل الأسرى الفلسطينيون لليوم 13 على التوالي العصيان الجماعي رفضاً للتضييق الذي يمارسه عليهم الاحتلال الصهيوني داخل السجون. الأسرى نفذوا جلسات تعبئة وتنظيم وفقاً للبرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي بأنه شريك غير مباشر في جرائم كييف. الرئيس الروسي قال إنه ما من خيار أمام بلاده سوى الأخذ في الاعتبار القدرة النووية لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يسعى إلى هزيمة روسيا وتصفيتها بدعم من الدول الغربية. لقي ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم في حادث تحطم قارب كان يقل مهاجرين قبالة الساحل الشرقي لكالابريا. وكالة الأنباء الإيطالية كشفت عن العثور على 40 جثة على شاطئ جنوبي إيطاليا. نهاية وجيز، إلى اللقاء.